السلام عليكم، كويسين من قناة نوبة. اليوم راح اسوي لك حلقة شلون تنزلون ماينكرافت البي سي على الجوال. طبعا شنو هذه الحلقة؟ راح تكون نفس الحلقة من الحلقة اللي قبل، شفتوا ذيك اللي قبل كم شهر نزلتها، راح تكون نفس الشيء بس محسنة ومجددة. يلا خلينا نبدأ. طبعا يا شباب راح تلقون اسم التطبيق بالوصف او رابطة مباشرة، يعني اسمه بوجاف، يعني مباشرة اكتبوا بوجاف وتنزلوا البرنامج، راح انزله وارجع لكم. اوكي طبعا شباب، ورا ما ينزل التطبيق تفتحونه، حلو، ها ورا ما تفتحون التطبيق وكل شيء راح تسوون، تروحون على الحساب وتسوون حساب بسرعة. طبعا ورا ما تسجلون الحساب شو راح تسوون؟ تروحون على الاعدادات مال البرنامج، خلي اعلمكم بعض الاعدادات البسيطة مبسطة كلش عن البرنامج، واذا اردتم اعدادات تخفيف لاج والسالفة ذني تعالوا لي واكتبوا لي بالتعليقات، راح اسوي لكم حلقة ثانية عم تخففون اللاج اذا حسيت انه اللعبة ثقيلة عندكم. طبعا نبدا بالرندر، خليني اشرح لكم شنو الرندرات الموجوده عندكم. اول رندر اللي هو كل التحديثات ويشغل كل شيء بسهوله وخفيف، حلو، اللي هو هذا، شوف حدد لكم اياه بالماوس. وهذا الرندر الثاني الزنك، اللي هو شنو؟ نفس الرندر اللي فوق بس شنو؟ شويه اثقل، او مو شويه اثقل، وفايده انه يخليك تشغل شادرات ويستخدم فولكن. واللي جوا اللي هو اثقل رندر، وشنو فايده انه يخليك تشغل تحديثات جديده وشادرات بنفس الوقت. احنا راح نكمل على اول واحد. هاي طبعا شو تسوون؟ هذه اجنور نوتش، شايفون كاميرتكم هنا تكون صغيره، كاميرا تغلس عليها وتصير الشاشه كامله حرفيا، فانا افعلها وتصير الشاشه كامله، حلو. واللي وجوده اللعبه، حلو، هذه الجوده هالشيء يخصك لك، شو تريد تعجبك. انا بالنسبه لي كل ما اجربها ما لاحظت تسوي فرق بالفريمات، يعني بس بين ال 180 تقريبا تاثر لك 10 الى 20 فريم، فلا تتعب نفسك. هذه طبعا شنو اللي تفعلوها؟ لانه شو يسوي؟ يقلل فريماتكم، او يعني يحدد فريماتكم على 60 او 90 او 120 او على حسب فريمات الشاشه مالتك. ليش؟ عم تليح مع التليفون. هاي تفعلها اذا تريد تلعب مدات طويله، انا ما اريد العب مدات طويله فما راح افعلها. فعلوا هذه اذا تريدون انت تجربها بنفسك وفعلها. انا بس مجربها حسيت انه تفيدني. ليش؟ شنو؟ تخلي اللعبة تشتغل على الجي بي يو مع تليفونك، فاكو احتمال انه تحصل فريمات احسن اذا ما تلقي جي بي يو احسن من السي بي يو. واللي جوا عندك انيبل هذا في سينك، اللي هو يقفل فريماتك على 60 فريم او 90 فريم او 120 فريم. يعني هذني انا اقول لكم هيك ارقام، اللي هي الارقام مال الشاشات الطبيعيه، بينما اذا مثلا شاشتك 144 حيوصل 144. انا هذه ما اهتم بها، اريده يوصل 150 160 اذا اقدر اوصل. فهسه نطلع من الرندر والفيديو. كاستمايزابيلتيز، هذني تقدرون تعدلون كل شيء بالازرار، مثل تخلون لما تلمس على الشاشه ما يكبس ولا اي شيء. هذني انتم اقروهن ولعبوا بهن شلون يعجبكم، تقدرون تفعلون حتى جيروسكوب اذا تريدون، بس احنا ما يهمنا هذا. فش نسوي؟ ننزل، حلو، على جافا تويكس. جافا تويكس اللي هي اهم قائمه من ناحيه الفريمات. شوفوا اذا شباب راح اشرح لكم هذه بطريقه مبسطه، عمد لحد يجيني في التعليقات يسالني عليها. اذا لاحظت انه تليفونك 6 جيجا رام او 4 جيجا رام، بس لما تجي على بوجاب تحاول تحط اكثر من 1 جيجا بس ما يوصل، يوصل 1 جيجا و20 ميجا بايت، وبعد ما يوصل اعلى معناتها تليفونك 32 بت. اذا قدرت تحط رامات اعلى من 1000 ميجا بايت يعني تليفونك 64 بت. وطبعا لا تسوون هاي الحركه اللي شنو تفلل الرامات، لا، تفليل الرامات راح يخرب فريماتك بالعكس بدل ما يزيدها. فدائما حاول تخلي شنو نص راماتك فارغه، يعني مو تمليها اكثر. يعني شايفين هذا الحدود؟ لا تعبروه، هذا الحدود هنا لا تعبروه، لان فورا ما تعبروه اذا انت قاعد تلعب مودات حرفين قاعد تلقلق لعبتك. فشنو عندك؟ اللي هذا الران تايم مانجر اللي هو جافا، عندك جافا 8 جافا 17، هذا انت محتاج تطخه لانه هو جافا لانشر يسوي لك اوتوماتيكيا. واللي جوا هذه ساند بوكس دوت جار، ما اعرف شنو هي، يعني ما جربتها فما اهتم بيها. عندكم هذه شو تسوي؟ هذه بها اعدادات خاصه بها، يعني شنو مثلا اشياء بالاوبتيفاين، يقرا لك اذا التحديث بمشاكل قبل ما يفتح اللعبه، ويخلي اللعبه تشتغل على درايفرات الفولكن. لولا هاي جربها اذا انت شنو، اذا انت جهازك مالت الفولكن احسن. شلون تعرف؟ اذا ما تعرف جربها وشوف شنو احسن فريمات. هذه مفعله لو طافيه، انا بالنسبه لي طافيه احسن فريماتي فراح اطفيها. حلو، عندك اكسكلود ستاف، هذه شنو؟ تقدر تجرب اشياء مثل تخلي اللعبه تشتغل على الكورات الكبيره مال المعالج لولا، بس انا بالنسبه لي هذه افعلها لانه التليفون بكورات كبيره. فهذني علمتكم الاعدادات تقريبا بشكل مبسط، يعني شوي نص ونص. حلو، فشنو هسه شلون راح تلعبون اللعبه نفسها؟ ما لنا دخل بالاعدادات، نريد نلعب. تجون على هذا السهم اللي جوه، بعدين ولا ما تجون عليها تدوسون على هاي نيو بروفايل،
تدوسون عليها، ورا ما تدوسون عليها تطلع لكم خيارات هواية، اللي هي فانيلا لايك فيرجنز، اللي هو شنو مثل اللعبة الطبيعية، اللي هي تقدر تصنع تحديث هيجي طبيعي، او تقدر شنو تصنع تحديث اوبتيفاين. هسه اشوفكم مرة ثانية، تجي هنا كرييت اوبتيفاين بروفايل، شنو يخليك تختار التحديث اللي تريده، ورا ما تختار التحديث اللي تريده تختار الاوبتيفاين. وشنو هلا اشوفكم الخيار الاخير، او يعني الخيارات الاخيرة ذني، اللي هي ذني مودد فيرجنز، اللي هو التحديثات اللي عليها مودات مثل الفابريك الكيوت، ما اعرف شنو هذا الاسم، ما اريد اقراه ازرون بيير تقول اسم فشي ثاني، المهم غلسه. وعندنا فورج ومود باك بروفايل. مود باك بروفايل ما قدرت تفهم شنو سالفته، بس الفورج اللي هو يصنع لك تحديث فورج يضيف عليه مودات الملف المودات مال ماينكرافت، والفابريك هم نفس الحاله، هذا ما اعرف يجوز نفس الحاله. هسه احنا حنروح على شنو، حنروح على اوبتيفاين، ورا ما نروح على الاوبتيفاين نختار التحديث. طبعا الاوبتيفاين مو دائما احدث شيء، بس شوي شوي كل ما يتحدث هذا يتحدث وياه. احنا راح نروح على تحديث شويه قديم لانه ما اريد الجهاز يطق، نختار 1.12، بعدين نختار شنو تختارون الاوبتيفاين. انا حختار هذا البري 1. شنو راح يبدا يسوي لكم تاسك اللي جوي، يبدا يحمل التحديث ويحمل الاوبتيفاين وياه. طبعا شوف هذا التحميل شنو سرعته، يعني على حسب نتك في هالسبب، يعني انا يتاخر عندي، انت يجوز ما يتاخر عندك، او يجوز انا يصير عندي سريع بس يتاخر عندك، فهذا الشيء على حسب نتك. طبعا شباب راح يكمل التحميل هسه، شوفوا ورا ما يكمل التحميل ينزل لكم الاوبتيفاين، بعدين يدخلكم على اللعبه. شوفوا ما يدخلكم مباشره على اللعبه، راح يدخلكم على القائمه اللي تنزلون معها الاوبتيفاين نفسكم. شو تسوون؟ هو ينزل لك الاوبتيفاين كل شيء طبيعي، يعني حرفيا انت ما تسوي اي شيء بس تبوع عليه. شوفوا نزل الاوبتيفاين واحده، زين شنو هسه لما تروحون على البروفايلز تلاحظون عندك البروفايل مال الاوبتيفاين والتحديث اللي اختاريته. طبعا شباب راح تلعبون تحديثات تحت 1.16.5، لا تحط اكثر من جيجتين رام. اذا راح تلعب مودات حط رام اكثر، بس شنو اذا لاحظت انه اللعبه ما تتكرش او تجيها دروبات هيك فد مره كلش قويه، حاول تقلل الرامات. فايش نسوي هسه؟ خلينا نبدا نلعب. شوفوا بدات تدخل على اللعبه. طبعا شنو عندك؟ هذا الماوس اللي فوق مال البرنامج نفسه، بس انا قاعد العب من البي سي. وعندك هذه القفزه والتقام الطبيعيه مال البوجر طبيعيه كلهن، واذا تريدون اسوي لكم شرح شلون تعدلوهن عاد سالوني وانا اعلمكم. طبعا شباب هسه شنو فتحت عندنا اللعبه، فايش راح اسوي؟ حنشعل العالم بسرعه. طبعا يا شباب هو قاعد ينشئ العالم، تقدرون تدوسون على علامة الاعدادات بعدين شنو لاج اوت بوت، يشوفك العالم هو قاعد ينشئ، بس هو نشأ وكمل عندي اني. شوفوا دخلني على اللعبة، بس خلي العب من التليفون نفسه. شوفوا اقدر اتحرك واقدر العب طبيعي، يعني اللعبة مو كلش اسطورية بس مو كلش خرا، يعني شوف فريماتي 50، شوفوا هناك اللي فوق فريماتي هذي 50 70. وإذا حسيت فريماتك قليلة وتبوني أسوي لكم شرح على البرنامج اسألوني بالتعليقات، ويعني أسوي لكم شرح بسيط، يعني كلش أنا أفتهم بالإعدادات من ماينكرافت فأقدر أشرح لكم هواي أشياء. شوفوا هذه الإعدادات عندي، إذا حسيت إنه عندكم لاج، ماتي مرة ثانية أسألكم، إذا حسيت عندكم لاج وردوا لا تستحون، حرفيا التعليقات عندكم مفتوحة اسألوا بيها وانتهى الموضوع. فشنو؟ خلينا ننهي الحلقة واني بالتاب، دوسون اف اسمه دوسون ار دي 3 ار دي، عم تسوون اف 3 قصدي اف 5 يعني اذا تريدون. فيلا اذا عجبتكم حقا هذا طول لايك وتمام، شكرا طول استاك في سبسكرايب وتعليقات، ولا تنسون شنو تكتبون الاشياء اللي تسالوني عليها بالتعليقات، ويلا مع السلامه.